خلونا نبدأ بقى حلقتنا النهارده بأول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. ايه حضرتك، عامل الحمد لله. انا بص، انا بتابعك اصلا وانا بره مصر، وجيت مصر حاليا برضه وبتابع حضرتك. ربنا يخليك، انا سعيد بده، دي حاجه تشرفني. وانا كمان مبسوطه انا اتعرفت، انا بكلم حضرتك اصلا. الله يخليك. طيب خليني الفت نظر حضرتك في البدايه لحاجه، احنا برنامجنا على الهوا والمكالمه دي هتبقى موجوده على الهوا، وبعد الهوا هتبقى موجوده على صفحاتنا على اليوتيوب. عادي، ما عنديش اي مشاكل. طيب بس انا مش عايزه اقول اسمي طبعا. ما تقوليش اسمك يا فندم. ايه بس انا مشكلتي، انا هختصرها. ايه انا مدام معايا طفل طبعا، اتزوجت من باباه وما حصلش نصيب وانفصلت عنه. قعدت معاه 3 شهور وانفصلنا، خلعته. انا طبعا عايشه بره مصر، تمام. جيت مصر قعدت فتره 2 سنين بس، كنت بروح باجي على اهلي كتير. اتعرفت على حد معين، نزلت يعني قلت اشتغل او اتسلق او اشوف الدنيا ماشيه ازاي في مصر وكده، ان انا بقالي 30 سنه بره مصر او اكتر. نزلت اتعرفت على حد معين، اتجوزنا، مش عارف ايه، قعدت معاه تقريبا 2.5 سنين. سنتين ونص كلهم ضرب واهانه وقله ادب وسرقه فلوسي وذهبي والحاجات دي كلها. تمام. من فتره المشاكل اللي انا كنت فيها طبعا، سبت البيت عنده، جيت بيت اهلي. انا الحمد لله اهلي ماديا كويسين جدا وعايشين بره مصر. بس اتعرفت على بني ادم كان يعمل عندنا حاجه هنا، هو اتعرفت عليه. دخل بقى انه طب انت ظروفك ايه، مش عارف ايه ده. كنت انفصلتي من الزوج التاني؟ كنت انفصلت. خلاص احنا بننفصل خلاص، تمام كده. هو كنت بتنفصل وبكون، ولكن لسه ما كنتيش انفصلتي انفصال تام يعني؟ لا خلاص، انا تقريبا كنت في شهور العده. يعني انا كده خلاص في شهور العده، تمام. ممكن هو يرجعني، انا سمعت ممكن يرجعني في اي لحظه، بس انا كنت رافضه موضوع ان انا ارجع البني ادم ده. بس ابني كان بقى متعلق بيه. ابني صغير كان لسه ما يعرفش اصلا بابا، كان مفكر ان ده بابا وكده. وانا بقى فهمته واتكلمت معاه بشويش والكلام وكده. بس بعد كده هو رحت. المهم اتعرفت على الشخص دوت، هو متزوج ومعاه بنت وولد. بس طبعا اشتكى من زوجته الاولى، تمام. اشتكى منها ومش مستريح وحاجات كتيره تخص هو، ما ينفعش اقول عنها. بس دخل بقى انه ماشي تمام، نتعرف على بعض. لا انا رافضه موضوع الزواج حاليا، وبفكر رافضه موضوع الزواج حاليا. علشان رافضه موضوع الزواج ولا علشان هو متزوج؟ لا رافضاه، مش عايزه اتزوج للمره الثالثه. خلاص كده ستوب، انا مريت بمرحلتين فاشلين في حياتي، مش عايزه، وعايزه بقى اعيش لابني. تمام. لا مش عارف ايه، طب انا ما بفكرش في الجواز، طب خلينا اصحاب، مش عارف ايه. انا عشان عايشه بره وتعاملت مع ناس اجانب او تفكيره مش مصريه، تمام ماشي، انه احنا اصحاب، تمام ماشي. عندك مشكله هتحكي لي، انا متضايقه من حاجه. كانت ساعتها الفتره دي والدتي موجوده، جت ويك اند هترجع تسافر تاني. فضلت انا بقى لوحدي انا وابني، محتاجه ان اتكلم مع حد. تمام. ابني بقى دخل الحضانه وبعدين دخل السكول وكده. محتاجه ان انا اتكلم مع حد، افضفض مع حد. كان هو بيتصل بيا على طول، بيتكلمني، كان على طول بيتكلمني عن مشاكل مراته ومش عارف ايه وكده. سافرت بعد كده اجازه لاهلي فتره رمضان. كلم خالتي انا هنا، كلمها قالت له ما اقدرش اتكلم في حاجه، كلم والدتها. المهم حصل نصيب وتزوجنا، دخل عليا بالحنجر والمنجل زي ما احنا بنقول سوا. اتزوجنا، قعدنا، اخدلي شقه ايجار، تمام. طبعا مراته ما تعرفش. بعد كده هو حصلت مشاكل وعرفت، انا اللي رحت لها لغايه البيت عندها وقلت لها انا متزوجه زوجك ومش عارف. ليه رحتي عملتي كده؟ رحت عملتي كده عشان كانت خلاص، انت ما بتباتش، انت او بتيجي ساعتين ثلاثه وبتمشي. طب ما انت عارفه ان هو متجوزك على زوجه وانت الزوجه الثانيه، وانا زوجه ثانيه، وانا اللي مريحاه في كل حاجه. ايوه بس متجوزك في السر وانت قبلتي. ده وقبلتي ده، ودي كانت غلطتي، بس اهلي والناس كلها عارفين الا هي، واهلي طيب كانوا عارفين. انت طالما قبلتي ده تروحي ليه تعملي كده؟ عملت بقى غيره. يعني غيرت ليه؟ تمام. بس عرفت ومش عارف ايه وكده. وبعد كده هو اصلا اوريدي معاه مشاكل، يعني بتديله حقوقه على طول، بيضربها على طول، بيهينها. على حاجات كتيره، حاجات كتيره انا عرفتها بعد كده. وهو كان بيحكي لي عليها. بس يعني هو كان بيحكي لك ان هو كان بيضربها؟ ايوه. وانا وقفت مره في مشكله وديتها مستشفى، انا بنت خالتي في مستشفى معينه، وديتها وقلت له حرام عليك، ومسك لها دراعها كسره. يعني انتوا دخلتوا في علاقه ثلاثيه، انت وجوزك
ومراته هو بيحكي لي بقى، هو بيحكي لي حصل كذا، انا كنت بساعده بس بساعده من بعيد. اروح اكلم بنت خالتي في المستشفى في من بعيد ايه بقى؟ ما انت رحتي وديتيها مستشفى وكده. ما انا وديتها ساعدتها عشان هي صعبت عليا. هي صعبت عليا، هي ست زي زيها صعبت عليا. انا مش عايزه اطول على حضرتك اكتر من كده. تمام. المهم بعد كده هو حصل بقى مشاكل بيني وبينه هو. لا قالت له لازم تطلقها ومش عارف ايه والكلام دوت، لو انت عايز ترجع لبيتك ولعيالك. راح قال لها طب خلاص انا هطلقها. راح رحنا عند المأذون عشان تعمل قيد عائلي. قيد عائلي. المهم واتطلقنا، رحنا عند المأذون واتطلقنا. وبعد كده هي شافت ان احنا اتطلقنا خلاص. بعدين رجعنا تاني لبعض، رجعنا يعني. قال لي انا عايزه ارجعك، ما اقدرش استغنى عنك. هي ما اتغيرتش. رجعت ليه بقى؟ رجعت بقى ان انا عايشه في بيت اهلي. تمام. انا رجعت عشت في بيت اهلي. اهلي قالوا لي لا لازم تيجي تعيش في بيتنا. لازم تيجي تعيش في بيتنا، ما تعيش في شقه الايجار اللي هو اخدها لك. طبعا اهلي نزلوا عفشي كله، عفشي هو ما جابليش اي حاجه اصلا من العفش غير يعني اوضه نوم بس. هم نزلوا عفشك حتى باوضه النوم اللي هو جابها لك؟ ايوه. هو كان جايب اوضه نوم وجايب لي ركنه وستاير وكل حاجه، يعني جايب لك شويه حاجات. نزلوا بقى كله وخدوه على بيت اهلي. خلاص اخدوه على شقه ابني. تمام. خلاص انت هتقعدي في المكان ده بس. حاليا عشان والدي راجل كبير ووالدتي عايشه بره. تمام. ماشي. انا خلاص تمام، انا هعيش مع والدي. انا وهو وابني. تمام. خلاص. ما كنتش لسه اتطلقتي منه؟ لا ما كنتش لسه اتطلقت. احنا دلوقتي حاليا رجعنا لبعض تاني. احنا وقت عايشين مع بعض بس عايشين في بيت اهلي. المهم حصلت مشاكل بيني وبينه جامده جدا. طبعا ضربني، مد ايده عليا. هو كان بيضرب مراته الاولانيه؟ حصل تاتش بينه وبين ابني. مسك ابني كان داخل يهزر معي. راح ضربه بالازازه بلاستيك كان جه فيها ميه وضربه على في راسه كده. انا حبست له ساعتها ان انت مديت ايدك على ابني. انا هعمل فيك اي حاجه، هموتك. انا ابني خط احمر. حصلت مشكله في رمضان بيني وبينه، مشكله جامده كبيره قوي قوي. تمام. رفعت عليه في ايه؟ رفعت عليه سكينه. يعني في الخناقه قمت جابه سكينه ورفع عليه؟ رفع عليه سكينه. قلت له انا باخد حق ابني اللي انت ضربته. يعني انا ما كنتش قصدي، انا كنت بهزر. قلت له لا، كانت بقى مشكله جامده في رمضان وحصلت جامده ورفعت عليه سكينه. كنت هموته بجد، كنت حموته. قطعت له هدومه كلها وكرشته بره البيت. هو حاليا قاعد معايا انا، لان اهلي حاليا عايشين بره مصر، ده بيتي انا. تمام. لا خلاص ما ينفعش، بخيل جدا جدا. ممكن ياكل ويشرب بره البيت وانا افضل اليوم كله من غير اكل. يجي لي الساعه 1 بالليل او الساعه 2 ويقول لي خدي كلي. انا طبعا ما بقدرش استحمل، بيبقى طبعا معايا فلوس. كنت بشتغل اونلاين، ببيع حاجات مش عارف ايه كده، وبجيب هدوم مستورده من بره مش عارف ايه. كنت شغاله الحمد لله وربنا رزقني. تمام. غير مساعده اهلي ليا طبعا. لا ما خلاص مش نرجع. طيب بعد ما طردتيه انتوا اتطلقتوا ولا لسه؟ لا لسه مع بعض. ليه؟ لسه لغايه اخر مشكله لغايه النهارده. ايه المشكله بتاعت النهارده؟ المشكله بتاعت النهارده ان هو مراته طبعا طردت ابنه. طردت ابنه. وطبعا فصل مراته، رفعت عليه قضيه خلع وكسبتها واخدت مسكن ومش عارف. طردت ابنه اللي هو ابنها. ابنها هي. وابنه. فاهم. فصل بيا فلانه طردت الولد مش عارف اروح. والولد ده عنده قد ايه؟ رايح اقول حديدي. طردته في الشارع؟ طردت طفل عنده في اولى اعدادي في الشارع؟ طبعا طردته في الشارع. لا طبعا انا صعب عليا الولد. انا صعب، انا عندي ولد صعب عليا. ايه رايك اجيبه؟ لا هاته. الا ولا بقى له تقريبا 5 سنين عندي، النهارده 5 سنين مفيش اي حاجه. ولا بيجي وبياكل وبيشرب كل حاجه. المهم ضاع من جيبه مبلغ معين. هو الراجل؟ هو الراجل ضاع من جيبه مبلغ معين. تمام. اتهموا فيا انا. ضاع مني مبلغ معين، والله ما اخدتهوش. لا اخدتيه، والله ما اخدتهوش. لغايه اخر لحظه انا ما اخدتهوش. بعد كده انا بقى بتكلم، انا عصبيه شويه. اتكلمت معاه بقول له هو اصلا الاولى ما استحملتكش، طفشت منك، انا كمان هطفش منك. هي بقى مشاكل تركم مشاكل كتيره وحاجات كتيره. تمام. مين سمع الكلمه دي؟ الولد قاعد بره. راح هو قدام ابنه قايل لي ايه؟ وانتي حراميه.
قلت له انت بتهني قدام ابنك؟ قال لي اه انا بهينك قدام ابني، انت حراميه، انت بتسرقي فلوس من جيبي. قلت له انا ما اخدتش، انت اليوم ده جيت كذا 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 عملت كذا. استني بس، انت قبلتي الاهانه وقلت له ودافعتي عن نفسك؟ ايوه طبعا دافعت عن نفسي. اه بس قبلتي الاهانه؟ وقبلت الاهانه وسكت. اه والنهايه بقى ايه؟ النهايه انا المفروض طبعا انا اهلي عارفين كل ده وعارفين المشاكل الجامده اللي بيني وبينه، وانا المفروض انا اهلي نازلين في شهر 7 خلاص، المفروض انا اخد قرار ان انا انفصل عنه. تمام. هو من ضمن الكلام كان ماما مستلفه منه مبلغ معين، تمام، ورجعته له، قال لها لا المبلغ ناقص. تمام. قالت له خلاص اما انت شايف ان هو ناقص يعني انت عايز تاخده ربا؟ قال لها اه انا عايز اخده ربا. قالت له طب خلاص هبقى ادولك في شهر 7. وماما استلفت منه ليه؟ مش ماما، مش انتوا حالتكم الماديه كويسه؟ وقعت في زنقه معينه، حاجه معينه، واضطرت ان هي تستلف منه. هو ماديا كويس جدا، هو بيشتغل شغلانه كويسه جدا. هو بني ادم ان هو ممكن ياكل ويشرب بره البيت ويجي يسيبك انت عادي جعانه، مفيش اكل، ما عندوش اي مشاكل. المهم هو اهم حاجه مزاجه، اهم حاجه ياكل، اهم حاجه هو في حياته نفسه بس. انت بقى كان يسيب لي بال 20 جنيه ولا 40 جنيه هاتي بيهم غدا. انا اعتقد لو دولتين بيتخانقوا مع بعض وفي بينهم حروب ما يبقاش في بينهم اللي انت بتتكلمي فيه ده. ازاي انت عايشه مع الراجل ده؟ بتحبي ايه بس؟ مسكينه انا متعلقه بيه جدا. متعلقه بايه ده؟ بيقول لك انت حراميه. ما هو بيقول لي انت حراميه. هو المشكله الثانيه ان انا متعلقه بايه ده؟ ضرب ابنك ورفعتي عليه سكينه. المشكلة الثالثة ان انا مش عايزة اكون مطلقة للمرة الثالثة. ان احنا تكوني مطلقة للمرة 37 يا فندم، مش قضية، انما حضرتك عايشة، انت متخيلة، معلش اسمعيني بس عشان اقول لحضرتك حاجة، انت متخيلة ان شكل الحياة اللي انت عايشاها دي حياة سوية؟ هل دي حياة فيها اي نوع من انواع المستقبل؟ هل شكل الحياة اللي انت عايشاها، انا مش هلوم على الراجل، انا هلوم عليكي قبل ما الوم على الراجل. انت جوازتين فيهم مشاكل يعني اختياراتك غلط، الجوازة التالتة فيها مشاكل يعني اختياراتك غلط جدا، اتجوزتي انسان وهو متجوز ورحتي دبيتي فيه اسفين عند مراته لدرجة ان هو اتطلق من مراته ومراته رفعت عليه قضية وكذبت القضية وطردت ابنه في الشارع وخدت ابنه، يعني خربتي بيته تالت ومتلت. اوكي، ما كانش المفروض تقبلي براجل متجوز بيتجوزك في السر، انت خدتيه في السر، طيب يا حبيبي امان والدنيا حلوه، وقمتي رايحه مديها له في مقتل. اوكي، وبعد كده عشتوا مع بعض ومشاكل وهات وخد، وخدت عفشي من وراه ونزلت رحت بيتي فصالحني فرجعت. انا بلخص بقى القصه بتاعتك. فجاء قعد معايا في بيتي، ضرب ابني، فانا قمت رافع عليه سكينه، فطلع كانت امي مستلفه منه فقال لها لا هتاخد بالربا، اخد بالربا. ايه شكل يعني ايه شكل الحياه؟ ايه التركيبه؟ يعني انت لو زعيمه عصابه ومتجوزه زعيم عصابه مش هتعيشوا بالشكل ده. الحياه انضف من كده بكتير، الحياه اشيك من كده بكتير. الحياه او العلاقات الانسانيه المفروض تتسم بالرقي، يكون فيها ذوق، يكون فيها حنان، يكون فيها عطف، يكون فيها احتواء، يكون فيها مشاركة، يكون فيها أسرة. إنما اللي انت بتتكلمي عليه ده يعني، لو أنا آسف، مش عايز أغلط في حضرتك، ولكن لو عصابتين بيقلبوا بعض وده بيردها له وده بيغزك وده بي لا 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 لا، دي مش جوازة. ما تقوليش أنا متعلقة بيه، يبقى انت غاويه مرمطه، غاويه بهدله، غاويه واحد يشتري ويبيع فيكي ويعمل فيكي كل اللي هو عايزه. اوكي، ويغلط فيكي ويهينك، وغاويه انت كمان تبلطجي، واحده رفعت سكينه يا جدعان، يا نهار اسود. ده نعرف واحد مراته عدته في السينما رجع بيها على البيت نيمها وعادي، وقام واخد شنطه هدومه واختفى من حياتها طول العمر عشان حس ان هو مش في امان معاها. انا مش بتكلم على قصه وهميه، انا بتكلم على قصه حصلت بجد. ايه اللي انتوا عايشين فيه ده؟ المجتمع بتاعنا تحول الى ايه؟ يعني لما بنيجي نتكلم على افلام محمد رمضان ونتكلم على اللي بيحصل يبقى ده واقع واحنا مش داريانين. هل بقى ده شكل حياتنا يا مصريين؟
هل ده شكل المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ هل ده هو الجواز اللي احنا وعينا عليه بتاع زمان؟ ولا الجواز اتغير؟ ولا بقى فيه جهل؟ بقى فيه تخلف؟ انا اسف جدا ان بقول لحضرتك كده، لكن انا يمكن يكون كلامي ده يفوقك من اللي انت فيه. حضرتك وقع في بلاعة ومستمتعة بالريحة، تخيلي اللي قفزت في بكابورت ومستمتعة بريحة البكابورت، مش قادرة تطلع من البكابورت، ولكن مع الأسف عمالة تطبش جوه البكابورت، بتليط جوه البكابورت مبسوطة وسعيدة. اللي انت فيه ده مدام مش جواز، اللي انت فيه ده مش عارفة اسميه.